شيخنا، معذرة قبل أن نبدأ، ممكن سؤال من درس سابق؟ نحن ذكرنا هنا لا زكاة في قلادة فيها دنانير معرات قطعا وكذا مثقوبة، يعني الفرق بين معرات ومثقوبة، يعني في العاشية كأنها المعرات مثل المثقوبة، في ويقول كالسبحة في خيط كالسبحة، إذا كان في سيد في خيط المعرات في خيط كالسبحة ألا يكون بالمثقوبا؟ يعني الشكل كيف يختلف، اختلاف شكلهما معرات ومثقوب؟ ماذا في الحاشية؟ ماذا قرأت؟ والله في الحاشية معرات هي التي تجعل لها قرى من ذهب، قرى من ذهب، عرى من ذهب أو فضة، وتعلق بها في خيط كالسبحة، فإنه لا زكاة فيها. معرات يعني لا يكون في نفس الدرهم ثقبت، بل يعني في جانبه طرفه يكون هناك علاقة، يصنع علاقة. ما جزاك الله خيرا. نعم جزاك الله خيرا. وصل الآن، وصل إن شاء الله. الآخر يعني نفس الدرهم والدينار فيه ثقبت، أيوة يدخل يعني هناك، هذا يكون يعني في قلادة النساء. عندكم يعني النساء لا يلبسن القلادة؟ عندنا هكذا عادة، يعني يلبس في مهر، مهر قلادة المهر يكون هناك يعني سبيكة ذهب معرات لا تكون مصطوبة. عندنا غالبا تستخدم السلسلات. يعني في طرف السلسلة ماذا يكون؟ لا طرف، في أحيانا يكون في شيء معلق كما قلت يعني له. هذا هو مرات، أو يكون شكله شكل صدر أو القلب أو شكله مثلا. ثم اكتب على ينبش عليه اسم الزوجة. لا هذا لا يحدث عندنا حقيقة. ربما يكفي في داخله، يعني عندما تفتح القلب يعني في داخله يكون صورة أو مكتوب شيء يعني. في قلبي فقط. رمزاً على ما كنت بفتح القلب. ولكن هذه الأشياء مشهورة في الهند، يعني نحن نقول يرمز عندنا حب الهندي، يعني عندما نمثل بحب شديد. ثم بعده وتجب على من مر في قوت اختياري من حبوب كبر وشعير وأرز وذرة وحماص ودجر وباقلة ودقصة وفي تمر وعنب من ثمار بلغ قدر كل منها خمسة أوسطين. كل منهما عندك ولا منها؟ منها منها عندنا منها منها. حتى في الحاشية قال منهما أي من المذكورين القوت والتمر والعنب. أحسن منها. فإذا هذا نوع آخر يجب فيه الزكاة، سبقا بينا ثمانية أنواع من المال يجب فيها الزكاة. فإذا هذا نوع من تلك الأنواع الثمانية تجب على المبرر. من هو من مر يعني على مكلف معين ذكرنا
كيف مثلنا للمعين يا شيخ؟ سيدي أنا محترز سيدي تجب على كل مسلم فردين معين هكذا ذكرنا هذا الذي أراد بقوله من مر سبق أن أشارت إلى محترزه سيدي تفسيرا إن شاء الله قوله معين وتجب على من مر في قوت اختياري من حبوب كبرذن وشعير هذا لا تجب الزكاة في جميع الحبوب بل في حبوب يقتات بها الناس الحبوب يعني هذا طعام يعيش به الناس يتناوله للعيش به يعني هذا طعاما أحدهما للقيات والتعيش والثاني للتفكه والتمكر استمدار فإذا مثلا الفواكه سميت فواكه لأنها تأكل وتتناول لأن يتفكه بها تمتع بها هذا يعني لا يشبع البطن أو لا يأكلون يعني من البطن فلا شبعه بل يعني قليلا يتفكه به هكذا أما القوت ليس كذلك البر شعير أرز مرت حمص دجر باقلة دقصد وهذه أمثال فكذلك يوجد في بعض البلاد غير هذه الحبوب أيضا قوتا فإذا هذه الأمثلة البر شعير إلى آخرها لا تكون لا يكون كلها قوتا في بلد بلد في جميع البلاد بل بر يكون في بلد أرز يكون في بلد آخر حمص يكون في بلد آخر أو يكون في بلد واحد أكثر من قوت بر شعير أو بر أرز آخر ثم وفي تمر عنب تمر عنب من الثمار ليس من الحبوب ثم قوت اختياري يعني وقت الاختيار ليس وقت الاضطرار ممكن الناس لو لم يجدوا غيره يجدون شيئا فهذا ليس قوتا اصليا بل لاجل عدم غيره يستعمله قوتا وهذا لا يجب فيه الزكاة ثم من الثمار هذان فقط تمر عنب من ثمار بلغ قدر كل منها منها يعني من قوت وتمر وعنب هناك ثلاثة مذكورة فإذا لو كان الضمير هكذا ضمير المؤنث المفرد يرجع إلى ثلاثة لو كان هناك الضمير ضمير التثنية يجب يعني تأويل بالمذكورين فإذا يمكن يعني هذا التمر عنب كلاهما من الثمار لذلك اعتبر واحدا ثم قوت من الحبوب اعتبر واحدا فإذا يمكن إرجاع ضمير التثنية إليهما نعم ثم كم نصاب هذا القوت والتمر والعنب هذا الذي يقول بلغ قدر كل منها خمسة أوسق خمسة أوسق نعم خمسة أوسق كم خمسة أوسق وهو وهي بالمكيل ثلاثمية ساع هكذا ثلاثمية ساع والساع كم أربعة أمداد فإذن بالمدي كم يكون يضرب هذا ثلاثمية بأربعة فإذن يكون ألف ومئتين مد والمد رتل وثلث فإذا هذا أيضا يضرب بواحد وثلث هكذا خمسة أوسق هذا في التحويل أيضا جاء اختلاف بين الباحثين المعاصرين
بعض من مصر قدروا هذا يعني 563 كيلوغرام تقريبا 500. هل في الهامش مكتوب شيء؟ فقط ذكر أن الصاع عند الشافعية مكعب طول ضلعه 14.6 سنتيمتر. 563. لا لا عندي يعني أخ عبد الرزاق عنده هامش. فإذا 653 هكذا يعني بعض الباحثين من مصر هكذا قدروا 663. أما بعض إخواننا من بلدنا قدروا 612 كيلوغرام فقط. 612 كيلوغرام فقط. فإذا يعني يقل بنحو 40 كيلوغرام. نعم. فهذا الاختلاف جاء من اختلاف تقدير يعني المد. نعم. المد كم جرام؟ مد واحد كم جرام؟ أو يعني رتل واحد كم جرام؟ اختلف هناك. من هذا الاختلاف جاء هذا الاختلاف. لذلك الأحسن والاحتياط يعني في إخراج زكاة أن يؤخذ بالأقل. هكذا حساباني. لكن الاحتياط في إخراج زكاة أن يؤخذ بالأقل حتى تتخلص ذمته عند الله تعالى. ثم والساع أربعة. ثم منقى من تبن وقشر لا يؤكل معه غالبا. ينبغي أن يبلغ 5 أوسق يعني هذا حب منقى يعني يكون معه تبن وكذلك يكون معه قشر. أيضا هذا الرز ينبغي أن يقشر أولا ويزال أن يخلص من تبنه ثم بعد ذلك ينظر كم وزنه كيله. لو بلغ كيل هذا يجب. كذلك هذا بر شعير كل هذا شيء. كذلك باقلة يكون له قشر ثم لا يؤكل معه. ثم قشر ممكن يكون لهذا أكثر من قشر واحد. بعدها يعني قشر دقيق يؤكل هذا يكون قشر يعني صلب فوقي وهذا الذي يقشر يزال. ثم وعلم أن الأرز مما يدخر في قشره ولا يؤكل معه فتجب فيه أن يبلغ 10 أوسق. بالنسبة إلى الأرز مشكلة يعني وهذا الأرز يدخر في قشره لا يقشر. وهذا القشر عمل القشر متى يكون؟ يجري عندما يريد طبخه يعني يؤخذ قليلا قليلا ثم يقشر هكذا. أما الادخار يكون في قشره. لكن هذا القشر هل يؤكل؟ لا يؤكل مع هذا القشر. فماذا يفعل؟ بعد الحصاد يجب الزكاة. فإذا هناك يعني فتجب فيه هناك نصاب آخر لأجل ذلك. فتجب فيه أن يبلغ 10 أوسق. نعم. لا يكفي يعني لا تجب الزكاة في 5 أوسق بل 10 أوسق. ثم هذا ظاهر قول المصنف أن الأرز مما يدخر في قشره هذا هو النوع الواحد الذي يدخر في قشره من الحبوب. لم يذكر هذا مثالا. نعم. ماذا يجب؟ عشر إن سقي بلا مونة وإلا فنصفه. هذا هو الواجب. وإذن وفي قوت
هكذا المتن. وفي قوت كبر وعروز وتمر وعنب بلغ خمسة عسق منقع وعشر إن سقيا. فإذن في قوت هذا عشر تجب على من مر في قوت هكذا عشر تجب عشر يعني جزء واحد من عشرة أجزاء للزكاة إن سقيا بلا مؤنة كمطر. فإذن كم يكون العشر ذكرنا يعني هذا 653. فإذن يكون العشر 6 كيلوغرام و 53 ميلي جرام أو يعني 600 و 500. كم قلتم؟ 600 612. فإذن العشر يكون 6 كيلوغرامات و 12 ميلي جرام. هذا الذي يجب على العشر. نعم. ثم إن سقي بلا مونة كمطر مثلا ينزل المطر فإذا لا حاجة إلى مونة في سقي هذا الزرع مطر أو يعني يأتي ماء من نهر كذا وكذا لا حاجة أو يعني لا حاجة إلى السقي أصلا بسبب رطوبة الأرض رطوبة لذلك لا حاجة هكذا. وإلا أي وإن سقي بمونة يعني إلا معناه إن لم يسق بلا مونة معناه إن سقي بمونة. فإن كان نضح هذا نضح يعني الإبل تأتي بالماء ثم تنضح هكذا أو في عصيرنا يكون يعني يصنع فوارة الماء ثم هكذا أو يصنع يعني سيل مسيل الماء من نهر هكذا ثم رجل يأتي صباحا ومساء ثم يوجه هذا المسيل أو الماء من هذا المسيل إلى أصل هذه الشجرة تلك الشجرة وهكذا وهكذا أو إلى هذه القطعة من الزرع ثم إلى هذه القطعة هكذا. لو كان هناك عمل لأجل السقي فنصفه أي نصف العشر يجب نصف العشر. نصف العشر يعني جزء واحد من 20 أجزاء. فإذا ينصف هذا القدر 6 كيلوغرامات هذا ينتصف إلى 3 كيلوغرامات. نعم. ثم كسر. نعم. أي نصف العشر. وسبب التفرقة لماذا هذا؟ لو كان مسقيا بلا مونة يجب يعني عشر. لو كان بمونة لا يجب عشر بل نصفه فقط. ما هو سبب هذه التفرقة؟ ثقل المونة في هذا وخفتها في الأول. في الأول المونة قليلة يعني لا حاجة إلى السقي مونة نصلها وهنا تزيد. فإذا عندما تزيد المونة قل مقدار الزكاة. نعم. سواء أزرع ذلك قصدا أم نبت اتفاقا كما في المجموع. ممكن هذا في أرض رجل في ملك رجل نبت هذا مثلا يعني هذا نخلة نبتت نخلة ثم أتت بهكذا تمر كثير هذا بلغ خمسة أوسق هكذا أو يعني في أرض مثلا في السنة المالية كانت هناك زراعة الأرز في هذه السنة ما زرع مالك هذه يعني أحد في هذه الأرض بل كان هناك يعني بذور متروكة حبوب متروكة من هذه الحبوب المتروكة في السنة الثانية نبتت الأرز والشعير هكذا بدون قصد نبتا. هل يجب في هذا النابت اتفاقا بدون قصد؟ نعم فيه أيضا يجب. لو أتت أنتجت بهذا المقدار كما في المجموع حاكيا فيه الاتفاق. نعم. المجموع حكى في هذه المسألة اتفاقا
أسادة الشافعية. وبه علم ضعف قول الشيخ زكريا رحمه الله في تحريره تبعا لأصله يشترط لوجوبها أن يزرعه مالكه أو نائبه فلا زكاة فيما إن زرع بنفسه أو زرعه غيره بغير إذنه. هكذا ذكر الإمام شيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في كتابه التحرير. ثم تبعا لأصله، أصله يعني التنبيه، اسم كتابه تحرير التنبيه. فإذا ماذا قال فيه؟ يشترط لوجوب الزكاة أن يزرعه من يزرع مالكه أو نائبه فلا زكاة في من زرع بنفسه أو زرعه غيره بغير إذنه. لو كان زرعه بغيره فإذن كأنه زرعه يجب فيه. فإذن هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن الإمام النووي رحمه الله حكى في هذه المسألة الاتفاق بدون فرق يجب فيه منه. ثم ولا يضم جنس إلى آخر كما ذكرنا في مسألة النقدين، جنس لا يضم إلى جنس آخر بل نوع يضم إلى نوع آخر. كذلك هنا لا يضم جنس إلى آخر لتكميل النصاب بخلاف أنواع الجنس. فإذن هذا تمر أنواع، هذا هناك يوجد كثير من الأنواع. ثم وكذلك أرز بر كل يوجد أنواع، تمر عجوة موجود، سكري موجود، مجدول موجود، هكذا أنواع العرب يسمون بأسماء مختلفة. ثم فإذا ممكن يكون عندك يعني بعض نخله نوع وبعض نخله نوع آخر، فإذا يضم نوع إلى نوع آخر فتضم بخلاف أنواع الجنس. وزرع العام يضمان إن وقع حسادهما في عام. ثم في بعض البلاد أو في بعض الأوقات يكون في سنة واحدة أكثر من حصاد، أكثر من زرع واحد في سنة واحدة، هكذا يكون يعني يكون زرعان. فإذا هذا زرع عام يضمان إن وقع حصادهما في عام. فإذا لا يجب أن يقع زرعهما في عام واحد، لذلك ذكر بعد ذلك هذا القيد إن وقع حصادهما في عام. فإذا كيف يكون، كيف يعتبر هذا حصادهما في عام؟ أي بأن يكون بين حصادي الأول والثاني دون 12 شهرا عربية، وهكذا قدروا. فإذا ينظر يعني متى وقع هذا الحصاد الأول، ثم بعد ذلك بكم شهر وقع الحصاد الثاني. لو كان بين الحصادين أقل من دون أقل من 12 شهر عربي، ليس يعني شهر شمسي ولا غير، بل هذا شهر قمري. نعم. فإذا لا ولا اعتبار بابتداء الزرع، لأن الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب. ثم هل المراد بالحصاد يعني حصاد بالفعل أو بالقوة؟ مثلا هذا جاء وقت الحصاد الثاني، لكن هذا رجل لم يحسد في ذلك الوقت بل أهمله، ثم هو حسده بعد شهر. لو حسده في وقت حساده يكونان في عام واحد، لكن هو بسبب تأخيره خرج. فإذا ماذا يكون؟ قال الكمال بن أبي الشريف تعليلهم يرشد إلى الثاني، يعني هذا الحساد بالقوة هذا الذي يعتبر، ليس الحساد بالفعل بل الحساد بالقوة، هكذا ذكر في المغني. ثم مصنف لم يذكر هنا
لم يتعرض لوقت وجوب الزكاة في القوت وما يتفع عليه يعني التمر أولينا وعسلوا أن وقته إذا بدا صلاح السمر ولو في بعضه لأنه حينئذ ثمرة كاملة ثم لو بدا صلاحه يجب الزكاة ثم بعده فرع لا تجب الزكاة في مال بيت المال نعم هذا الفرع لبيان مسائل محترز قول المصنف معين تجب الزكاة على حر معين هكذا ذكرنا المعين وفي هذا الفصل المصنف يبين محترز قوله المعين نعم معين معناه ليس مبهم لو كان المالك الحر مبهما لا يجب ثم يبين هنا كيف يكون مبهما أمثلته يبين لا تجب الزكاة في مال بيت المال لماذا وهذا المسلمون كلهم مالكون ليس هناك مالك معين ثم ولا في الريع موقوف كذلك لا يكون في غلة مال موقوف مثلا رجل هذا من نخل أو أرض نعم على جهة نعمة هذا موقوف على جهة نعمة كالفقراء أو الفقهاء أو المساجد هكذا وقف أرض ثم يأتي من هذا الأرض دخل يعني غلة تأتي أو يعني وقف نخلا هكذا عادة في بعض البلاد يعني من ماذا زرع نخله يقف نخلا للمسجد فإذا يكون دخل هذه النخلة غلة هذه النخلة للمسجد وهكذا هكذا كانت عادة يعني عند الصحابة رضي الله عنهم وهم يعني يجعلون نخلا من مزارعهم للنبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح خيبر ثم عندما فتح خيبر كان للنبي صلى الله عليه وسلم هناك المال بسبب أنها فيء ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرد لهم فإذا هكذا يعني وقف نخل أو يعني شجر جوز الهندي نعم جوز الهندي النارجيل وهكذا يكون عادة في بعض البلاد نعم يقف شجرة للمدرسة وهذا جهة نعمة فلا يجب فيه الزكاة لماذا؟ لأن المالك غير معين هذا جميع الفقراء داخلون جميع الفقهاء داخلون فكذلك مساجد فإذا هذا مال المسجد مال المسجد لو كان المسجد معينا ممكن هذا موقوف لمسجد كذا أو لمدرسة كذا فإذا لا يكون مالك معين لمال المسجد بل هذا لجميع المسلمين نعم يندفعون لعدم تعين المالك ثم وتجب في موقوف غير معين واحد أو جماعة موقوف على معين نعم موقوف على معين فإذا هذا محترز قوله على جهة نعمة أولا قال موقوف على جهة نعمة موقوف موقوفان موقوف إما يكون على جهة نعمة على أو على رجل معين فإذا لو كان هذا الوقف على رجل معين يجب في ريعه ودخله وغلته الزكاة هكذا قال لكن في هذا خلاف ثم معين واحد هذا معين إما يكون واحد أو جماعة كأولاد زيد فإذا هذا أولاد زيد يعني جماعة معين هذا وقف على معين هل يجب الزكاة؟ نعم يجب الزكاة ذكره في المجموع وافتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس يعني إمام مسجد كذا أو مدرس مدرسة كذا وهكذا وقف مال هل يجب الزكاة ولا يجب بأنه يلزمه زكاته كالمعين
فإذا هو في هذا هذا يعني إمام مسجد ليس رجلا معينا مثلا في لمدة يكون إمام بعد ذلك يأتي إمام آخر إما بسبب عزله أو استقالته أو موته هكذا يعني هذا الوقف يستمر يمر على أئمة كذلك المدرس أيضا هكذا ليس معينا فإذا يجب الزكاة هكذا ذكر بعض الأئمة أفتوا لكن قال شيخنا بأنه يلزمه زكاة كالمعين قال شيخنا ولو جه خلافه لماذا؟ لأن المقصود بذلك الجهة دين دون شخص معين فإن لو كان الوقف على شخص معين يجب وإلا لا يجب لذلك ذكر المصنف أولا قيد معين نعم. ثم تنبيه قال الجلال البلقيني رحمه الله في حاشية الروضة تبعا للمجموع أن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة فتجب الزكاة على العامل ولا شيء على صاحب الأرض لأن الحاصل له أجرة أرضه ثم وحيث كان البذر من صاحب الأرض وأعطي منه شيء للعامل لا شيء على العامل لأنه أجرة عمله هكذا تفصيل ذكره الإمام البلقيني رحمه الله في أي مسألة هذا يعني أرض موقوف أو أرض مملوك نعم فإذا يدخل فيه هذا الموقوف أيضا الموقوف على المعين نعم ثم أرض مملوكة أو يعني أرض موقوفة على معين في هاتين يجب الزكاة على المالك لأن المالك معين وهناك تفصيل إن كان البذر من مال مالكها مالك يعني في الأرض المملوكة البذر منه أو الموقوف عليه فإذا هذا معين على أولاد زيد وهؤلاء الأولاد ماذا اشتروا البذرة ثم بعد ذلك زرعوا هكذا فتجب عليه الزكاة على المالك أو الموقوف عليه ثم فيما أخرجته الأرض فإن كان البذر من مال العامل ليس من المالك بل هذا رجل أعطى هذه الأرض الموقوفة أو المملوكة لعامل العامل يأتي ببذره ثم يزرع فإذا ماذا يكون للمالك وهو يعطي يعني حصة مما تنتج هذه نعم هذه الأرض للمالك يكون هناك قيد هذا العامل يتفق مع المالك هذا مثلا هذا ربع غلة هذه الأرض للمالك ثم ثلاثة أرباع للعامل أو على العكس أو ثلث ثلثان أو نصف نصف هكذا هم يتفقان فإذا المالك يعني يحصل من حصاد هذا الزرع شيئا لو بلغ خمسة أوسق هل يجب عليه زكاة لا يجب عليه الزكاة متى لو كان هذا البذر من مال العامل لو كان من مال المالك فإذا المالك يدعو ويستعمل العمال ثم يستزرعون بهم فإذا هم يزرعون هكذا تفصيل نعم فإذا كان هذا التفصيل قيدا لما سبق من وجوب الزكاة في القوت وكذلك في التمر والعنب ينظر مما هذا البذر نعم فإذا سبقا بينا يعني لو نبت بدون قصد يجب الزكاة هكذا ذكرنا على الراجح فإذا هنا ممكن لا يكون هناك بذر من مالك ولا من عامل فإذا هل يجب نعم ذاك يجب وهذا التفصيل لماذا لاستثناء صورة كون البذر من العامل لأجل هذا فقط
وفي سائر صوره يجب الزكاة على المالكي، نعم مالك الأرض أو يعني المعين الذي وقف عليه. نعم. ثم وجوزنا المخابرة، وهذا متى يصيح هذا هذه الصورة هذه المعاملة متى تصيح؟ هذا تسمى في الفقه مخابرة. مخابرة معناه استئجار أرض لأجل الزرع على أن غلته بين المالك والعامل بنسبة معينة، هذه هي المخابرة. فإن عامل يريد أن يزرع في أرض في أرض، فإذا هو يذهب إلى مالك الأرض ثم بعد ذلك يتفقان أنا أزرع في هذه الأرض والتي ينتج هذا الزرع بيني وبينك بنسبة هذا نصف نصف أو ثلث ثلثان وهكذا. هل تصيح هذا أو لا تصيح؟ عند الفقهاء خلاف، لذلك قال وجوزنا المخابرة. ثم فتجب الزكاة على العامل. هناك يعني أردت أن أقول وجوزنا المخابرة، يعني هذه العبارة تشعر أن المصنف لا يجوز المخابرة. لا هذا سيأتي بعد فيه خلاف أقل. هل ذكر في الحاشية شيئا؟ لا ما ذكره. قال أي يعني وجوزنا المخابرة أي وجرينا على أنها جائزة أي صحيحة، وهذا ليس بقيد، بل لو جرينا على أنها فاسدة يكون الحكم كذلك. فيه أيضا خلاف آخر هذا الذي ذكر في الحاشية أن يغيبها، هل هذا جواز المخابرة قيد لوجوب الزكاة أو ليس بقيد؟ يعني المعاملات الفاسدة في المعاملة بمنزلة المعاملات الصحيحة في إيجاب الزكاة أو ليس كذلك؟ فتجب الزكاة على العامل هنا يجب الزكاة على العامل ليس على المالك. فإذا لأجل هذا التفصيل أنت المصنف بقول البلتين ولا شيء على صاحب الأرض. لماذا؟ لأن الحاصل له أجرة وعرضه، لا يقال لهذا زرعه بل هذا أجرة وعرضه. ثم وحيث كان البذر من صاحب الأرض وأعطي منه شيء للعامل، أكثر يعطى لا شيء على العامل، يعني فيكون هناك صورتان، يعني البذر من العامل ثم يكون الغلة بينهما بين المالك والعامل، أو يكون البذر أيضا من المالك، الغلة للمالك والبذر أيضا من المالك، ثم العامل يعمل بالزرع، فإذا يكون غلة هذا الزرع بينهما نصفا نصفا أو ثلثين هكذا. فإذا هل يجب في مال فيما يحصل العامل لا يجب فيه شيء؟ لماذا؟ لأنه أجرة. فإذا في صورة مالك يحصل على أجرة أرضه، في صورة أخرى يحصل العامل أجرة عمله، في هاتين الصورتين لا تجب الزكاة. ثم وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزارع ومنة الحصاد والدياس على المالك. ثم رجل استأجر أرضا فتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها، يجب الزكاة وكذلك يجب الأجرة أيضا. أجرة المستأجر يعطي الأجرة لمن؟ لمالك الأرض. ثم في غلة الأرض يجب الزكاة على الزارع ومنة الحصاد والدياس على المالك.
المالك يعني المالك الزرعي مالك الأرض المالك الزرعي مالك الزرعي ما يكون مالك الأرض أو يكون يعني العامل أو يكون هذا المستأجر يختلف. إذن ما معنى هذا القول يكون هناك في الزرعي يعني مونة الغير مونة الحساد وكذلك مونة الزرعي ومونة الدياس وهكذا. فإذن هذه المونة من مجموع المال يعني بعد إزالة هذه المونة ثم يعتبر يعني مقدار الزكاة أو من المجموع هذا من مجموع الحساد يعتبر. لذلك قال هذا على المالكي معناه لا في الزرع المشترك بينه وبين المستحقين. الزرع يعني مشترك بين المالك وبين مستحقي الزكاة. فإذن هذه هي المؤن لا تكون داخلة داخلة في مجموع هذا الحساد بل هي خارجة على المالك. فإذن مثلا هذا ألف أوسو هكذا تمر أو كذا وكذا ثم مئة أوسط من هذا ذهبت للمونة يعني قيمة المونة تكون يعني ربيع أمال. وإذا قيمة مئة وسط كانت مونة الحساد دياسي كذا 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 قشر تنظيف لذلك. فإذا هو يحسب للزكاة ألف وسط أو تسعمائة وسط يعتبر يعني ينبغي يجب أن يعتبر ألف وسط تماماً. هذا معنى قوله مونة على المالك. ثم مصنف فرغ زكاة القوتي ثم يذكر نوع آخر يعني المواشي. مواشي هناك شيخنا على ما فهمت يعني إذا حصد ألف وسق فإذا كان عليه يعني على مالك الزرع أن يصرف مؤنة للحصاد مئة قبل هو يعطي الزكاة من الألف. نعم يعطي الزكاة من الألف. نعم ثم